بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله في سلسله الفيديوهات دي يا جماعه هندرس البيزك كونسبتس الخاصه بالهيباتولوجي او الخاصه بامراض الكبد. هنعرف تفاصيل مهمه جدا تخصنا في امراض الكبد، اهم الكوزس اللي ممكن تجيب دامج في الهيباتوسايت، ازاي نعرف ده، ازاي ندياجنوز ده، وبعد كده احدث الجايد لاينز المهمه في التريتمنت. بس قبل ما اخش في التفاصيل بتاعت الشرح دول لازم يكون عندنا بيزك كونسبت الاول عن الهيستولوجي والفسيولوجي اللي بيقوم بيهم الليفر، من خلال طبعا الدايجرامات اللي احنا متعودين عليها اللي هو في السيستم ده ان شاء الله. فانا الاول هبدا بسلسله محاضرات كده او بسلسله من الفيديوهات تدينا بيزك كونسبت الاول في الموضوع ماشي ازاي، ازاي بيتم الليفر بيشتغل، ازاي الهيباتوسايت بتشتغل، التفاصيل الدقيقه داخل خلايا الليفر في الميكانيزمات والفانكشن بتاعتها، وبعد كده نبدا نفوكس ونخش في تفاصيل خاصه بالكوزس اللي ممكن تعمل دامج في الهيباتوسايت. اتمنى ان شاء الله السلسله دي تفيدكم وتكون كويسه جدا. تعالوا نشوف يلا.